المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج البحث العلمي. كل سنه وحضراتكم طيبين لمسلسل الشهر رمضان الكريم، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات، واتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا غدا ان شاء الله. النهارده معنا الدكتور ايمن جدري، مدرس بقسم الجرافيك كليه الفنون الجميله والترافي لرواد الفن رواد فن الطباعه البارزه في الوطن العربي عام 2014. اهلا وسهلا بك دكتور ايمن. اهلا وسهلا دكتور محمود، وشكرا على الدعوه الجميله دي للبرنامج بتاعنا. نشكر حضرتك على الاستجابه للدعوه، ويشرفنا ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده. شرف لينا طبعا. دكتور ايمن من كليه الفنون الجميله، النهارده حلقه مميزه من برنامج البحث العلمي، هنخوض شويه في الفن واستخدام الفن في خدمه المجتمع وربطه ب آليات كثيرة لرفع الثقافة الفنية للشعب المصري وبالأخص شباب الجامعة. دكتور أيمن، في البداية عايزين نتعرف على مرحلة الجامعية بتاعت حضرتك، ماجستير ودكتوراه، والمواضيع اللي حضرتك كنت بتبحث فيها خلال مرحلة الماجستير والدكتوراه. أنا درست في كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك الأقصر تبع جامعة جنوب الوادي. بكالوريوس فنون جميله 2001 اول دفعه للكليه، اول ما نشات كانت اول دفعه، وكنت الحمد لله الاول على الكليه وعلى الجامعه. بعد كان في تكريم لاوائل الجامعات من رئيس الجمهوريه الجامعه. ماجستير ودكتوراه من فنون جميله القاهره، قاعده فنون جميله على مستوى الشرق الاوسط، والمشرف بتاعي برضه يعني كان رئيس لجنه الترقيات في قطاع الفنون. مشترك في عضويات كتير، عضو جمعية محب الفنون الجميلة، عضو عام بنقابة الفنانين التشكيليين، رئيس نادي التذوق البصري القصر الثقافي دينا، عضو لجنة تحكيم المحرك الثقافي لقصور الثقافة على مستوى الصعيد، ليا معارض كتيرة دولية وخاصة، أربع معارض خاصة، معرض خاص يعني اللي ما يعرفش. المعارض دي احنا عايزين حضرتك تدينا فكرة عنها، يعني حتى لو موجز بس مختصر. معارض خاصه، انا عندي اربع معارض خاصه، معرض خاص في قاعه الجروب، معرض الكوبرا في القاهره، معرض في قاعه كره الصحفيين في القاهره، معرض في الاقصر، معرض خاص، معرض في مكتبه الاسكندريه. اشتركت في اكثر من 70 معرض محلي جماعي، منهم المعرض القومي، المعرض العام اكثر من دوره، صالون الشباب اكثر من دوره، بنادي بورسعيد، بورسعيد اكثر من دوره، معارض الكلية من أيام ما كنت طالب، معارض بمكتبة الإسكندرية، معارض جمعية محب الفنون الجميلة بالقاهرة، أكثر من 7 معارض دولية في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. معارض حضرتك في خلال مرحلة الدراسة قبل الجامعية ولا سوري الجامعية ولا ماجستير؟ لا فيها أنا جمعية، في معارض خاصة وجوائز هنا، كانت في جمعية محب الفنون ونادي بورسعيد وصالون الشباب ومعرض القطع الصغيره الرابع والخامس والسادس، هذه كلها انا طالب، وفي وكان منهم برضه بملتقى الجامعات الدولي اللي هو كان بيتعمل في الجامعه اللي بيستضيف فيها الدول العربيه والاوروبيه، كنت بشترك فيه من قبل جوائز. يعني هو ملتقى الفن. هو للاسف يعني توقف كده. ان شاء الله يعود باذن الله قريبا. ان شاء الله يعيد. لو عايز حضرتك تكلمني برضه بالتفصيل شويه عن موضوع الماجستير، كان في ايه بالظبط؟ الماجستير بيتعامل عن موضوع الطائر، الطائر في فن الجرافيك. كل فنان او كل يعني حد بياخده بيتناول بشكل معين بمدرسه معينه. اي نوع من انواع الطيور؟ الطائر في ناس تعمله مثلا بشكل تجريبي، في ناس تعمله بشكل سريالي، في ناس تعمله بشكل اكاديمي، في ناس تتناوله يعني بشكل اسطوري او بشكل خيالي، وفي مدارس مختلفه ليه، وفي كل قرن يعني الطائر كان في شكله في القرن 15 في الفن يعني او في الفنون في غير انه كان في ايام الحضارات القديمه، غير لما يعني شكله في الرسم وفي الابحاث. حضرتك عملت مقارنه بين عملت مقارنه بين الفنانين ومدارسهم وتناولوا ازاي، ومقارنه بين بين تتبع حياتي في الكون، يعني من بدايه من العصر البدائي كان شكله ايه، والرسومات البدائيه كانت ايه، وبالنسبه للفن كان ايه في العصر البدائي، لو شكل الطائر كان شكله ايه بالظبط، واهم مميزاته، وبعدين في الحضارات القديمه الفرعونيه والافريقيه والرومانيه والعراقيه والاشوريه وكده، وبعدين في العصور الوسطى اللي هو عصر النهضه والحقوق والبارود، وبعدين مرورا لغايه ما وصل الفن الحديث اللي كان فيه معظم المدارس الفنيه التشكيليه زي الكلاسيكيه والسرياليه والاكاديميه الكلاسيكيه وكل المدارس الفنيه، وبعد كده عامل جزء عن الفنانين العالميين وجزء عن الفنانين المصريين.
المصري. طب موضوع الدكتوراه بقى اللي هو رواد فن الطباعة البارزة في الوطن العربي. الدكتوراه ده دايما الفنانين المصريين لما تروح تعمل اي ابحاث او اي تعمل اي سيرش تلاقي الفن بشكل عام يعني بشكل خاص بعيد عن اي مجالات ثانية معظم الداتا بتاعته او المعلومات الموفرة او بيتكلم عن فنانين تانيين او مدارس اي حاجة بتخص الفن يا اما اوروبية يا اما يعني غربية فقليل جدا بيعمل ابحاث تخص الوطن العربي او مصر او بيتنا في الصعيد هنا وبتاع وكده. انا عملته في الدكتوراه عن رواد فن الطباعه البارده، فن الطباعه البارده ده جزء من فن الجرافيك، فن الجرافيك ده فيه كذا مجال، فيه رسوم متحركه وافلام كرتون، فيه الطباعه وفيه الدعايه والنشر وفيه الصحف والمجلات وازاي تعمل فن كتاب او غلاف او كده، وجزء منه عن الطباعه، الطباعه في حتى الطباعه دي في منها البارز والغائر والمسطح والمنفذ، يعني في كذا نوع من الطباعه، انا خدت جزء صغير منها اللي هي الطباعه البارزه وذكرت اهم رواد على مستوى الوطن العربي. وعرض نماذج ليهم وكل واحد الفرق بين ده والمقارنات بينهم وبين ازاي تناولوا التقنيه دي بشكل مختلف عن الاخر. ده جميل. فندخل بعد كده بقى في الفن، حضرتك شايفه ازاي في خدمه المجتمع من وجهه نظرك؟ وانا عارف ان حضرتك ليك نماذج كتيره قوي، ويا ريت لو تعرض لنا كمان امثله لهذه النماذج ازاي ربطتها بخدمه المجتمع. انا عايز اوضح اولا انه يعني ما فيش وعي يعني ثقافي او جمهوري او بشكل عام في الدوله في الوطن العربي بالفن التشكيلي زي اي بلد اوروبيه، يعني دايما تقاس اي دوله خبريه بماذا تقدمه في الفن. ماشي؟ فاحنا دايما كمان الفن من اكثر المجالات، من اكثر الكليات، من اكثر الحاجات اللي هي ممكن تفيد المجتمع والبيئه، ممكن نزين بيها اي دوله، اي ميدان، اي مؤسسه، اي حتى لو في المنازل، فن الديكور وفن الدعايه الرؤيه البصريه اللي بتشوفها في التلفزيون بدون ما تشوف اعلان مثلا يعني شاذ او اعلان ما فيهوش رؤيه او شكله مش جميل. وثانيا احنا ممكن نرصد كمان الواقع اللي احنا فيه، يعني انا عملت مثلا معرض سميته العد التنازلي بالقرنه اللي هي قريه في حضن الجبل في عند الشمسوت في الاقصر. دلوقتي بيت زي محميه طبيعيه، يعني شالوا بيوتها كلها غير موجوده، ففي يمكن كام بيت كده موجودين حاليا وعملوا في القرنه، يعني كل تحت البيوت دي كلها موجود اثار وبتاع ومش عارف ايه ومقابر وادي الملوك الملكات كل مقابر القصر الفرعوني. انا قبل اي اسامي كان بيهدوا فيها عملت معرض خاص في نقابه الصحفيين في القاهره في 2008 سميته العد التنازلي للقرنه. عملت فيه حوالي اكثر من 40 لوحه تتناول فيها رصد للقرنه قبل ما تتشال. يعني دلوقتي لو ما تشوف لو رحت القرنه مش هتلاقي البيوت دي، البيئه الموجوده هي عباره عن توصيل. ان هي الصور زي اللي حضرتك وثقت الوضع قبل عمليه زي النماذج اللي انا يعني هعرضها لحضراتكم دلوقتي دي. وثقت التاريخ والبيئه لمكان ممكن ما تلاقوش بعد كده، ما هو دايما الفن كله بيتكلم من ايام العصر البدائي عشان تعرف مرحله يعني معينه عن اي عصر او عن اي فتره او عن اي حكم هترجع للفن. لما ترجع مثلا المسلسلات او الافلام القديمه اللي تشوف الاجنبيه او المصريه او العربيه نجيب لك مثلا حاجه من ايام نابليون، ايه اللي عرفنا بنابليون؟ وازاي كان بيلبسه؟ ايه شكل الجنود؟ ايه شكل البيئه اللي كانت ايامها؟ ايه شكل البيوت؟ ايه شكل الطراز؟ ايه شكل الديكورات؟ ايه شكل يعني المجتمع بشكل عام؟ ما تلاقوش غير في لوحه، يعني لوحه رصدها واحتفظنا بيها، فجيب لك كل دلوقتي لما يجي يعملوا اي مسلسل او اي حاجه تاريخيه او اي حاجه اعلاميه بيرجعوا للفن التشكيلي، عايزين يعملوا حتى في دراستنا فنون جميله بنتناول ازاي يعني ماده عن التاريخ الازياء، ماده عن الفنون الشعبيه، ماده عن حتى في علوم بيتعاون معاهم في الفيزياء والكيمياء او مش عارف يعني بيخص الحاجه اللي ممكن نستفيد منها وازاي الخامات حتى اللي في الطبيعه دي مصنعه من ايه وموادها الكيمياء من الف للياء. اعتقد اقرب مثال الحضاره الفرعونيه. الحضاره مثلا دول الحاجات المعابد اللوحات الجداريه اللي عاملينها والتماثيل ورصد الحياه اليوميه والحياه الدينيه والحياه الجنائزيه والحياه دي كلها رصدوها عباره عن فن، يعني بالفن بالحاجات اللي سجلوها على الحيطان اللوحات الفنيه تقدر تسرد قصه كامله بالظبط وتعرف الفتره دي كان فيها ايه؟ اللبس كان شكله ازاي؟ والبيئه كان ايه؟ والاكل فيها ايه؟ ومين كان حاكم وشكله ايه؟ وكل التفاصيل عنها عن طريق الفن. فهو رصد للحاله الموجوده للوقت ده ماشي عملنا كده للقرنه
في 2008 اكثر من 40 لوحه رصدت المكان بتاعها كله بخامات مختلفه، منها الوان اكريل ومائيه وباستل اويل والرصاص والوان خشب وكذا خامه يعني. وفي حتى في دعوه جتني خاصه مؤخرا الاسبوع اللي فات، يعني اخترت من ضمن 50 فنان من يعني في كنت تقريبا انا اصغرهم يعني، من معظمهم من رواد فن التشكيل الحاليين الحديثين في مصر، زياره لقناه السويس لرسم معالي ومراحل لحفرها وعمل بالاعمال بتاعتنا 50 فنان، معرض مجمع يفتتحه ان شاء الله رئيس الجمهوريه في على هامش افتتاح قناه السويس ان شاء الله في بدايه ان شاء الله. مبارك على حضرتك على هذا الاختيار، ربنا يخليهم ويعني يقول استدعينا ان شاء الله نعمل شغل كويس. حضرتك مميز ان شاء الله تعملوا بانوراما حلوه قوي ان شاء الله، يعني زي قناه السويس في ايام خليل اسماعيل لو كان في جمهوريه الاتحاد، كان في لوحات افتتاح قناه السويس لخديوي اسماعيل ووراء قناه السويس وازاي كان افتتاح، هو المهرجان يوم الافتتاح يعني وثقوها ما حدش يعرفها او يعرف تفاصيل عنها غير باللوحات التشكيليه اللي عملوها، بس كان ايامنا معظمهم كمان اجانب والحلقه ايام حمد الفرنسيه والانجليزي وكده الواحد دي موجوده دلوقتي. فاحنا حتى كانت مجهزين زياره مع محافظ الاسماعيليه المكان اللي كنا فيه في قناه السويس الزياره الاسبوع اللي فات، ان نحن نعمل حاجه متحف دائم في المحافظه هناك يوثق كل مراحل قناه السويس في الاعمال الفنيه دي اللي فاتت واللي جايه اللي هنعملها دي والايام اللي جايه، واقترحنا عليه نعمل حاجه زي سيمبوزيوم او ورش عمل دائمه في فن النحت وفن الرسم والتصوير، نستضيف مجموعه فنانين من كل فتره يجي يرصدوا الحاله دي وتتابعها ويتعمل فيه معرض كل سنه بشكل دوري. اعتقد ممكن يبقى يتعمل معرض دائم بجوار المعرض ده، ما هو المتحف اللي اقترحنا ان يبقى فيه متحف دائم في الاعمال القديمه مراحل قناه السويس من قبل ما هي يعني في ناس يعني اللي هو دايم قناه زيروس كافيه القناه الاولى من ايام الفراعنه وبعدين صورها في الفن الفرعوني وبعدين قناه السويس القديمه وبعدين قناه السويس الجديده ومراحلها بعد كده، ان في يعني عاملين حاليا المحافظ مع هي قناه السويس الباجد والمريش ان هم يعمروا كل المنطقه الجديده حوالين القناتين ويعملوا مدن جديده ويعملوا يعني اماكن سياحيه لانتعاش السياحه يعني يستغلوها. في افكار جديده افكار مبتكره كمان لاستثمار قناه السويس الجديده ان شاء الله في الفتره القادمه ان شاء الله يكون افتتاح مميز في شهر اغسطس القادم باذن الله. انا عارف ان حضرتك لك مشاركات دوليه كتيره قوي من خلال المعارض الخاصه من خلال المؤتمرات من خلال الصالونات، مثال لذلك صالون الجنوب الدولي الثالث المقيم بالاقصر، كلمنا اكثر عن مشاركات حضرتك الدوليه. انا ليا المجال الشخصي اشتركت في حوالي 7 أو 8 معارض منهم جماعي في المانيا وايطاليا وبريطانيا، وفي حاجات كانت دوليه يعني تقام في مصر يعني زي ترنالي الفن الجرافيك الدولي الخامس يعني كان بيشترك فيه حوالي 73 دوله يعني من انحاء العالم كنت برضه مشترك فيها. الاجانب في حاجه اسمها صالون الجنوب الدولي السادس كان اسمه الدكتور عرابي اخر طور اللي هي تركه في شهر مارس اللي فات ده، ان انا المسير العام ليها يعني المنظم العام هنا، كان في شهر مارس اشترك فيها حوالي 11 دوله أوروبية وعربية وأفريقية وآسيوية منهم إنجلترا وألمانيا وبريطانيا والمغرب وتونس والعراق والجزائر وسوريا والأردن ومصر والكويت، وكان في اللي قدمه السنة دي كان ليه حدث يعني مختلف، عملنا كتالوج وعملنا دعم من كذا جهة ودعمنا يعني الدورة الأولى والثانية كانت بنفس الانتشار اللي كانت فيه السنه دي يعني بسبب اجتهاداتنا للدعم اللي جبناه من مؤسسات مختلفه على اسوان طبعا الاستاذ الدكتور محمد منصور عباس رئيس الجامعه الدكتور عباس منصور، دعمنا اول مره ما تاخرش علينا ادانا مبلغ 20,000 يعني احتفاليات الصالون بتقديم الجوائز باسم الجامعه، وقامت مجموعه من الفنانين عملنا استضافه الفنانين من سوريا ومن العراق ومن الاردن ومن مصر واخذوا الجوائز وبعثنا لهم الجوائز،
جبنا دعم كمان من جامعه رئيس الجامعه البريطانيه لما عملنا بحوالي 20 أو 12 ألف. المعهد العالي للفنون التطبيقيه دعمنا بحوالي 20 ألف قيمه جوائز الفنانين. معهد جوته الالماني عمل لنا طباعه كتالوج كتاب عن المعرض لكل فنان صفحه والسيره الذاتيه والعمل الفني وكذا كلف حوالي 20 ألف. البنك التجاري الدولي السي اي بي يعني البنك المعروف دوليا دعمنا بحوالي 30 ألف قيمه جوائز مجموعه من الفنانين الشباب النشطين واعمالهم المتميزه. الدورة دي بحكم مميزة أكثر كمان إن هي الدورتين اللي فاتوا كان عدد المشاركين أقل دولياً وعدد أشخاص، السنة دي اللي قدموا للمعرض حوالي يعني ما يقرب ل 500 فنان. اللي اتقبل منهم كفرز أول عن طريق الصور والأعمال اللي بعتوها والسيفيهات بتاعتهم حوالي 170، واللي توافى عليهم في الفرز النهائي حوالي 140 فنان. بعد ما جابوا الفرز الثاني جبنا الأعمال شفناها على الطبيعة معالج التحكيم متخصصة. بيبعتوا الأعمال قبل بالاول بيبعتوا الصور، انا عايز يعني اقدم الصوره دي والسي في بتاعتي وكده. اللجنه في لجنه عندنا لجنه فرز وتحكيم من اساتذه متخصصين لو يعني من مصر وحد معانا كمان من المانيا. معانا الدكتوره ان عميد الفنون التطبيقيه في الجامعه الالمانيه، الدكتور حمدي عبد الله كان عميد الفنون الكتابه الفنيه بجامعه حلوان ومستشار الثقافي لدوله اليمن، ومعانا الدكتور محمد الصبار، الدكتور محمد العرابي عميد الكليه، الدكتور صالح عبد رئيس عميد كليه فنون جميله سابقا وعميد كليه السياحه حاليا، وطارق الفنان طارق الكون مدير متحف المختار للفنون. كانت يعني كوكبه كلها مميزين ومن كبار الفنانين اختاروا الاعمال دي وعطناها، وبعدين كان في جوائز للصالون تقسيم، حتى في جوائز كانت للمصريين وفي جوائز للفنانين الاجانب بريطانيا وفي جوائز للفنانين التونسيين. توزعت عليهم الجوائز دي كانت بيدينا دعم يعني تعدى حوالي اكثر من 130. دكتور ايمن ادري ان ده نشاط مميز ونشاط بنحيي حضرتك عليه، وكليه فنون جميله زي ما انت قلت حضرتك، وجود كليه فنون جميله داخل اي مؤسسه ده طبعا بيرفع من الذوق العام. يعني احنا سعداء يعني ما اعرفش الناس يعني في الجامعه يعني حاسين بكده ولا لا. اكيد طبعا اكيد لكم دور كبير قوي. وجود فنون جميله في اي جامعه ده يعني ده شيء مميز. يعني كليه فنون جميله اصلا على مستوى الجمهوريه كان اصلا في 4 كليات، فنون جميله القاهره وفنون جميله اسكندريه وفنون جميله المنيا. احنا فنون جميله رقم يعني انا اول دفعه اول ما دخلت يعني ما كانش في اي وعي بيها ولا في اي كليه اي جامعه فيها فنون جميله المفروض يستغلوها يعني احسن استغلال. ان شاء الله هنستغل لكم احسن استغلال. من اكثر الكليات انا ما كملتش كلام حضرتك ان هي بتفيد المجتمع. يعني انا مثلا عن نفسي انا ماسك رئيس نادي التذوق البصري في قصر الثقافه هنا، بنعمل محاضرات اسبوعيه فنيه تشكيليه بنوعي المجتمع وكل فئات المجتمع اطفال او كبار او صغيرين في اي تخصص. محاضرات فنيه وورش عمل، بنعمل ورش عمل مع الاطفال مع الكبار في كل المجالات، مجال النحت والتصوير والديكور والجرافيك كل المجالات، ومشرف عام على البرنامج الفني الثقافي في متحف السيره الهويه في العلوم. لسه كنا عاملين ورشه الاسبوع اللي فات والاسبوع ده والاسبوع اللي قبل افتتاح متحف المتحف مصر السيرة العلمية، حضروا حوالي 3 وزراء وزير الثقافة والسكان ووزير التنمية، وعملنا على هامش ومعرض فني تشكيلي من نتائج ورشة كنا عاملينها قبلها بكام يوم، والشغل عجبه جدا وأشاد بيه وأشاد إن هو يعمل له مطبوعات تبقى حاجة دايمة وتبقى حاجة دورية كل شهر أو كل سنة تبقى مستمرة دايما إن شاء الله. دكتور أيمن إن شاء الله متميز جدا في خدمة المجتمع. أعزائي المشاهدين معنا دكتور ايمن ادري من كليه فنون جميله، استمتعنا كتير بالحديث، ان شاء الله هنستمتع اكتر بعد فاصل قصير ونتكلم فيه عن ابحاث الدكتور ايمن واهتماماته في الفتره القادمه. فاصل قصير ونرجع لحضرتك. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل مع الدكتور ايمن ادري من قسم الجرافيك كليه الفنون الجميله. هنتكلم مع الدكتور ايمن دلوقتي عن الابحاث الخاصه بحضرتك، الابحاث الحاليه بعد الحصول على درجه الدكتوراه، والابحاث المستقبليه والجوائز اللي حضرتك حصلت عليها من الابحاث الخاصة بالفن ونقول استخدامه في خدمة المجتمع. هو أنا عايز أنوه يعني في البداية إن هو يعني كليتنا ليها طبيعة خاصة، زي مش زي كليات العمل النظري في أي جامعة، مش زي آداب أو تربية. إحنا تخصصنا عملي فني تشكيلي، يعني كون إن أنا أعمل لوحة فنية ناجحة كويسة يبقى أنا يعني ده يوازي بحث. حتى في الترياق عندنا في الأستاذية والأستاذ مساعد يعني بيطلب بجانب الأبحاث والمؤتمرات
النشر العلمي لازم اعمل على الاقل ثلاثة او اربع معارض خاصه. معرض خاص ده على الاقل بقيت يعني 30 40 لوحه اعمل وانظره. اللوحه دي تعتبر بالنسبه لنا احنا بحث. فاحنا زي ما قلت اشتركت في معارض يعني محليه ودوليه ومعارض خاصه بكذا كتير، وفي معارض اعمال منهم كانت مميزه خدت بيها جوائز، كان منهم جائزه خدت في صالون الشباب في تبع وزاره الثقافه في القاهره والدول الاخرى في 2012، خدت جائزه اجتماع السي اي بي البنك التجاري الدولي، وكان قبلها في جائزه في معرض الطلاء تحت 30 سنه في جمعيه ملك الفنون الجميله بعد في مجال الحفر والطباعه في مجال الجرافيك يعني. وكان في جائزه كده جائزه الشرفيه برضه في مجال الجرافيك في صالون الشباب في 2000 في الدوره 17 2009 تقريبا، وشهادات تقدير وورش عمل دوليه اشتركت فيها في سمبوزي الاقصر وفي القاهره وفي الاوبرا وهيئه تبع وزاره الثقافه وهيئه انا مشرف على ما يبنوها تورش في كذا مكان وكده. البحث العلمي النظري بنظر اعمال او حاجات جديده يعني، حتى في ابحاث اشتركت في بحثين مؤتمرين في الاقدم العام السابق جامعه فيلادلفيا وجامعه الزيتونه، وكانوا حتى البحثين يعني قريبين من رساله الدكتوراه برضه، كان حاجه عن فن رائدات فن الجرافيك في الوطن العربي، كان البحث كان عن الفنانين الجرافيكيين في صعيد مصر ورواد الصعيد دايما يعني موجودين ومحدش يعرف في فنانين يعني نعرف اسم يعني فنان كبير زي جورج البهجوري مثلا، وفات فنان اسمه فتحي احمد معروفين يعني دوليا وعالميا ومحدش يعرف ان هم دول من الصعيد، فعملت بحث عنهم ان هم يعني فين وتاثر بيتهم في اعمالهم وازاي اعمالهم دي بتشوفها تحس ان هم متاثرين بفن فرعوني بفن منطقه ريفيه معينه بثقافه معينه عادات وتقاليد يعني من عصروها وكده. وان شاء الله يعني بعمل في بحث جديد ان شاء الله نشترك فيه برضه في مؤتمر في الارض وفي مؤتمر في تونس ان شاء الله نقدم فيه الفتره الجايه. زي ما هو كمان زي ما قلت ان هو نشاطنا احنا الفني يعني يعتبر بحث فني، فان شاء الله برضه بنترشح في شهر سبتمبر ان شاء الله في 9 في حاجه اسمها مراسم عبر باريس في اللوحات الجديده تبع الهيئه العامه لقصور الثقافه، بنروح مجموعه حوالي 10 فنانين برضه بيصوروا البيئه وبيتاثروا بيها ويتفاعلوا بيها زي موضوع قناه السويس كده اتكلمت حضرتك عنه، وينتجوا اعمال تعمل منهم معرض برضه جوائز تكليفات وزير الثقافة بعد ما نيجي نروح نقيم إقامة وخامات وحاجات كلهم استضافة على حساب الهيئة العامة لقصور الثقافة وحوالي 10 أيام ونيجي نرجع نكمل الأعمال دي ونعمل بيها تقسموا بقى حاجات من الطبيعة نعمل من الطبيعة تأثر الطبيعة المكان علينا وأوراث البيئة والناس اللي فيه وعاداتها وتقاليدها أو الاستوحاء منها إزاي استوحي من المنطقة نفسها وأعمل أعمال برضه تبقى زي ارشيف او توثيق برضه للمنطقه بعد عده سنوات ومرحلة ان شاء الله بالتوفيق دايما. انا خطر في بالي سؤال دلوقتي مهم جدا، حضرتك في البدايه قلت ان احنا الوعي الفني والثقافي عندنا قليل جدا المصري جدا. لو بدانا بالاطفال في سن مبكره دلوقتي ازاي لو عند حضرتك برنامج ازاي نرفع الوعي الفني لدى الاطفال؟ يعني انا بالفعل كمثال انا مثلا على ايام كنت لغايه ثانويه عامه يعني ما كانش عندي ثقافة أنا ولا يعني الجيل اللي معايا وممكن تكون حضرتك مننا يعني أكيد اللي ما كانش في وعي إن في كلية فنون جميلة فنون تطبيقية في كلية فنون هندسة عمارة مثلا بيدخلوها مثلا يكونوا متميزين في الفنون وفي الرسم وكده. لغاية في الثانوية العامة عرفنا بالصدفة إن في امتحان اسمه قدرات فنون وقدرات عمارة مثلا لازم نجتازه نجيب ننجح فيه نجيب قدرات نجيب لائق سوري عشان ادخل الكليات دي، ما ينفعش ادخلها حتى لو جبت 100%، الى جانب هي اصلا درجاتها يعني هي من كليات الكاميرا بتاخد من فوق ال 90 فنون جميله فنون تطبيقيه زيها زي الهندسه وكده. عرفنا بالصدفه ويوم ما امتحنت كنت تقريبا الوحيد على مستوى مركز غوص ان انا بمتحن امتحان الحضارات ده، وفي نفس يوم الامتحان في واحد زميلي جه عمل طلب ان هو يدخل الامتحان بينا اثنين على مستوى مركز غوص فما كانش في وعي. لكن دلوقتي احنا بنعمل قدرات في الكليه بيحضر لنا كل سنه بيبقى لنا بيت في الثانويه العامه وبيت في الكليه قبل الامتحانات بعد الامتحانات مباشره بين امتحانات الثانويه العامه وبين النتيجه بيجي لنا بال 500 وبال 1000 وبال 2000 فنون جميله اسكندريه مثلا السنه اللي فاتت كان يعني عدى ال 11000 طالب جه امتحن القدرات بياخدوا يعني كويس عدد المحتاجينه فيها ويستغنوا عنها كويس معنى ان الارقام دي فيه وعي زياده دلوقتي طبعا زاد شويه الجانب احنا يعني
انا عن نفسي وبعض الزملاء معايا في الوصول او الكليه بنعمل انشطه كافه المجتمع والبيئه واهلنا في الصعيد في الوصول واسوان والوصول هنا وكده. بنعمل حاجه اسمها ورش عمل زي قصص الثقافه عملناها في روس وفينا، بنجيب كل المراحل السنيه بنعمل ساعات ما يسموهاش عمل للمراه، نجيب فتيات او ستات نعلمهم مجال معين، نحت او تصوير او حفر او رسم او الوان تلوين على الازاز او فن ديكور زي عملوه زي تزوقوه. في متحف السيره الهويه برضه عملنا برنامج ثقافي لينا ولينا اكثر من شهر شغالين فيه. في هنا واسوان عملنا قوافل فنيه تبع الجامعه هنا من دعم رئيس الجامعه والساده النواب، بنعمل قفله بتلف المحافظات البحر الاحمر واسوان والاقصر وراها ومحافظه هنا وكده. فده يعني بيزود بس اصلا الاعلام نفسه يسلط الضوء زي ما يعني كل تذكر فن في مجالات في مصر او في السينما وفي الفن التشكيلي كل التسليط الضوء على الفن التمثيلي اللي هو السينما. Yes. لكن الفن التشكيلي ما يعني مظلوم جدا بالنسبه للمقارنه في اي دوله ثانيه. نتمنى الفتره الجايه كده يبقى عندنا برامج كتير اول زياده وزي ما قلت يعني تقدم معظم الشعوب والامم اصلا بقسم تقدم يعني فنونها ورؤيها بنهوض الحركه التشكيليه. ان شاء الله الجامعه مشاركه في برنامج جامعه الطفل لا قريبا كده هيبقى في تدريب للاطفال في سن مبكر على الفنون واستخداماتها برضه ويوجههم ازاي يعرف حتى يعني ايه كليه فنيه او تخصصاتها هيدخل هيطلع ايه وده هيخلينا يكتشف مبكرا اذا كان هو عنده قدرات فنيه نوجهه من البدايه ونوعيه ونخليه من المتميزين ونوعيه اصلا يعني هو يشوف مثلا يعني قدراته لاي مجال. الناس بتحب مثلا التماثيل والنحت وكده، ناس بتحب التصوير الجداري وتزيين الميادين واللوحات التشكيليه، ناس بتحب فن الجرافيك ورسوم متحركه مثلا زي ما فن الكرتون ده برضه من ضمن يعني مجالاتنا. فن الديكور ازاي يختار يعني اقل حاجه في بيتهم ازاي ينظم او الحلول الامثل للمكان اللي هو فيه واختيار الالوان و تناسق يعني الاساس مع الالوان مع المكان مع المساحات، كل ده ضمن حياه فنون. كلام جميل جدا بصراحه. طب انا عايز حضرتك تقدم نصيحه للاعزاء المشاهدين، لو انا عندي طفل في البيت اكتشف ازاي وجود الموهبه الفنيه عنده او ميوله الفنيه من البدايه؟ هو لو ساوى طبيعته هو هتلاقيه يعني يا اما بيرسم يا اما في المدرسه بياخد جانب نشاط مثلا بتاع يسيبه يعمل يعني معظم الثقافه عندنا ان هو يا اما مهندس يا اما طبيب يا اما محامي كبير، فحتى لو ايه بيرسم ولا ايه مثلا بيطلع حاجه جواه يعني ممكن بينهار بيلعب وبيضيع وقت بالظبط يعني يضغط عليه ان هو بلاش يذاكر يعمل لا يخليه يطلع الطاقه اللي جواه اصلا ويشوف توجهاته هي ايه اصلا ويشجعه ليه بيحب ده يجيب له وممكن ده ما يمنعش ان هو يذاكر يطلع متفوقين يعني هي اصلا ولا هي الكليه بتاخد من كليات القمه يعني في التسعينات وهيلاحظ هو على فترات اذا كان عنده ممكن يبقى ده وده يبقى متفوق وعنده قدرات فنيه وفي قدرات فنيه زي النشاط الرياضي بياخد عليه تميز وياخد عليه درجات زياده يشجعه يجيب له ادوات يجيب له قناه يجيب له ورق ومش هيبقى مكلف يعني بالنسبه له. لا طبعا ده تنميه موهبه لا وتنميه موهبه وفكر وادراك ووعي لما يتخيل يرسم ازاي ومداركه توسع وفكره يوسع ومش عارف ايه كل ده عن طريق الفن. دلوقتي الفن اوسع يعني اسهل طريقه لتوصيل المعلومه. انا ممكن اقعد اكلمك ساعه مثلا ما اعرفش اوصل لك المعلومه، اجيب لك صوره جنبها كلمه او سهم او بتاع مثلا الصوره يعني تثبت يعني اكتر من اي كلام. زي كان في احصائيه مش عارف بس النسب بتاعتها بالظبط يعني كانوا عاملينها عالميين يعني مدى استيعابك للحاجه عن طريق الشرح النظري الادوات الحديثه في الاذن لوحده مثلا يعني بتاخد نسبه اقل نسبه لو ممكن تسمع انت بعد فتره تنسى مثلا تاخد 10% مثلا بعد فتره زمنيه معينه قليله تنساها بعد كده في اللي هو ان انت تشوفها يعني حد يكلمك يعني وجها لوجه محاضره مثلا بتاع ليها نسبه اعلى بحاجه بسيطه اعلى نسبه المهم كانت نسبه الصوره يعني تشوف الصوره اكتر حاجه تثبت في دلوقتي كل بيبداوا الاطفال كبروا صغيرين في المناهج التعليميه حتى الجامعات اللي انت بتشرح لما تلاقي في صوره فنيه صوره يعني متضمنه الشرح ده بتوصل المعلومه اسهل وطريقه افضل.
في رأيي أنا عايز أعرف طموحات حضرتك بالنسبة للبحث العلمي في مصر وفي الجامعة طبعاً من وجهة نظر فنية. يعني في الجامعة وفي مصر وفي الأقليم بشكل عام سعيد إن هو الناس تعمل بالأبحاث اللي بتعمل وتتكل عنها. خاصة يعني تستغل الكليات المميزة زي كلية الفنون جميلة أو كلية الهندسة أو كلية العلوم. يعني زي كلية العلوم مثلاً بتروح تعمل بحث جيولوجيا في منطقة معينة. ما أنا ممكن أعمل أزين مكان أو أجمل المؤسسة أو أجمل على طريق بحث. يعني انا اعمل بحث يعني في حاجه اسمها مشروع تخرج عندنا في الكليه في السنه النهائيه في البكالوريوس بيقعد حوالي 40 يوم بيعمل كل طالب لوحده بيعمل حتى مميزين ان احنا بنعمل مشاريع تخرج يعني كل طالب لوحده غير كليه هندسه وكليه تربيه نوعيه او الكليات الثانيه ممكن يبقى مجموعه يعملوا مشروع تخرج. ف الكلام ده بتعمله في فنون جميله اسكندريه يا ريت نعمل زيه ويعمل فيه بعض الكليات العالميه. يعني ممكن الجامعه او المحافظه تتبنى مشروع تخرج الطلبه تقدم لهم العون ان هو يصرفوا على مشروع التخرج ده ويعملوا مثلا عايزين زي مثلا ميدان في الجامعه او ميدان في المحافظه مثلا ميدان مثلا سيدي عبد الرحيم مثلا بيعملوا دراسه للمكان ويصور الموقع ويعملوا دراسه ياخدوا بتاع قسم الديكور ياخدوا ويعمل عنه مشروع يوصل لاحسن الحلول التجميليه للمكان وهياخدوا بتاع النحت ويعملوا مثلا زي يعملوا احسن تمثال ميداني يعبر عن منطقه مثلا ويبقى مسبب بين الطلب والعمل المميز يتحط في الميدان بشكل مباشر. يعني انت لو رحت لاي فنان دلوقتي معروف عشان يقول لك تمثال مثلا عايز يعني يقول لك 200,000 ونص مليون وربع مليون وبتاع مشاريع الطلب مش هتكلف كتير وهو يبقى يعني ليه شرف او حاجه محفزه ليه وحاجه يعني منشطه مستقبلا ليه ان هو تمثال ويتحط في مكان وهو طالب. او بتوع التصوير برضه ياخدوا نفس المكان ويعملوا عليه دراسه ويعملوا احسن لوحه جداريه مثلا تتحط على جدار او حيطان او تلوين المباني اللي حواليك في الميدان ده ويوصل لاحسن حلول. بتعمل حاجه شبهها في فنون جميله اسكندريه بينزل مشروع التخرج مثلا زي ده نفس الفكره ده بس هناك بيعتمد على رجال الاعمال مثلا يجيب رجال الاعمال مثلا يقول له مثلا عشان يعملوا تسهيلات او شركه اعلان او شركه اعلان او اي شركه تدفع مبلغ وتحط اسمها على اسمها مقابل حاجتين مقابل ان هي زينت المكان ده مقابل تسهيلات في المحافظه مثلا بدل ما يروح يدفع مثلا 100,000 تراخيص وبتاع مش عارف ايه لو خصم منها 10,000 مثلا ويتبرع بيها من ضمن المبلغ ده وزين المكان مثلا ميدان في اسكندريه وبتاع ويعمل له احسن تمثال واحسن حلول للمكان والشارع واحسن لوحه جداريه ومش عارف ايه وبياخد حته من الحاجات دي وبتوفر يعني بعد عدد من السنين سنه واثنين وثلاثه بتاع بتلاقي بقيت المحافظه اجمل محافظه الجامعه بقت اجمل جامعه انا يعني معلش يعني سوري انا احيانا انا في مثلا فنون جميله المنيا مثلا فنون جميله القاهره وفي حاجات في دول يعني ثانيه بتاع وبتاع تروح الجامعه تلاقي فيها شيء فني يعني بيستغلوا كليه فنون جميله وكليه هندسه وكليه علوم وشوف البيئه دي محتاجه ايه وبيعملوا بيوصلوا لاحسن الحلول وبتبقى يعني كنت مثلا رحت جامعه المنيا مثلا فيها فنون جميله مزينه الجامعه ومزينه مبنى رئيس الجامعه تحس ان انت داخل يعني حاجه يعني من القصور. دي نصيحه من بره سانتا ماسي مبنى رئيس الجامعه لازم يكون ده اضعف الايمان مش لشخصه او لينا وجهه لاي ضيف لاي دوله لاي حد لاي مناسبه بس لأي المهم ان انا اجيب حد يرعى تكلفه الخدمات الخدمات تكلفتها اولا تكلفتها لو تتعمل بالكليه داخل الجامعه هتبقى تكلفتها ما احنا بقول لك احنا هنعمل لوحه فنيه اسمه يعني اسمه بحث ماشي لو اتصرف عليه زي البحث العلمي في اي كليه بس يخصص الكلام ده احنا بنعمل لوحات ممكن تهدر او ممكن اصحابها ياخدوها او ممكن مثلا ما نشتغلهاش يعني احسن استغلال ما نشجعهمش يعملوها احسن معهم والتكلفه بسيطه ونوصل لاحسن حاجه عندنا يعني منهم مدخل الجامعه مثلا او مبنى رئيس الجامعه لازم يكون على اعلى مستويات اصلا مش عشان شخص زي ما قلت لحضرتك او عشان خاطرنا احنا كمكان عشان خاطر الضيوف الواجهه لينا يعني فلما يدخل يلاقي حاجه مميزه ومكان مميز زي الامثله اللي انا بقول لك عليها ده شيء مشرف والتكلفه بسيطه يعني الابداع موجود الفنانين موجودين واعلى الاساتذه احنا يعني الحمد لله كليتنا فنون جميله الاقصر اصلا بنعمل لجنه تحكيم من لجنه حتى مشروع التخرج ده بتبقى لجنه من كليات الفنون الجميله على مستوى الجمهوريه على اقل حاجه ده استاذ فدايما يعني احنا نسال وانشانا من اول مشروع اتعمل في 2001 لغايه دلوقتي دايما بيشيلوا من احسن الكليات احسن مشاريع بتتعمل على مستوى الكليات الاربع كليات فنون جميله الاقصر ان شاء الله في الفترة القادمة باذن الله يبقى في استغلال اكثر للمواهب يبقى في برضه دعم عباس دايما اصلا في ايام بيقول انتوا بتتركوا
واحنا يعني عليه التنفيذ. فانا اخذت اقترحنا عليه وبدانا حتى بالدوله، عملنا سمبوزيوم الاقصى الدولي، عملنا الصالون الجنوبي الدولي الثاني اللي هو عملناه في دوره شرق في شهر مارس الاخير ده بدعم خليجي اصلا معظم، يعني دكتور عباس دعمنا بحوالي 20,000، وكملنا اكثر من 100,000 ثانيه من دعم من الخارج. بس النشاط بتاعنا ده دلوقتي بينافس الانشطه الفنيه الكبيره اللي بتتعمل في من قبل وزاره الثقافه او صندوق التنميه الثقافيه في مصر يعني. فبيها منافس ليهم بشكل واضح يعني. دلوقتي الفنانين بيشتركوا عندك 500 فنان يقدموا نفسهم يعرضوا عندك او نفسهم ان هم يعني يشتركوا في الفعاليه ده شيء كويس. ان شاء الله نتمنى يبقى في مقترحات مقدمه لنا. ان شاء الله زي الجامعه واماكن في الجامعه الميادين والمحافظه كلها نجيب دعم برضه ويجيك شغل ممكن يجيب يعني بزنس يعني ممكن يجيب دخل للجامعه اصلا يعني. متعاون مع احنا تعاوننا مع محافظه مع عادل لبيب في كده محافظه عادل لبيب اللي مع محافظه السعالي مع محافظه الاقصر واسوان، وعملنا جداريات تخص المحافظه يعني موليتها الجامعه موليتها قصدي المحافظه زي الجداريه اللي هي جنب السيدي عبد الرحيم او النوافير اللي هي عند مجمع المحاكم او زي اللي هي بعد الكوبري زنطره زي حياة الاقصر زي حياة اللي وراكم على الشاشه دي زي حياة اللي عملنا ميادين في سوهاج يعني جبنا دخل للجامعه اللي بتنزل زي مناصه مثلا هنعمل لوحه جداريه دي مثلا هتكلف جنيه. الجنيه ده بيبقى ليه نسبه للجامعه ونسبه للقائمين عليها ونسبه للمصمم وكده يعني بيها عامل في مركز موجود في كليه فنون جميله في المفروض في مكان عندنا مركز الاستشاري الفني في الكليه وفي حاجه ثانيه عملناها جديده اسمها مركز واسط للفنون المصريه اللي هو يعني بدعم يعمل اي ورش عمل فنيه مع هيئات بره مع محافظه او مع اي جمعيات او هيئات وهو المنظم صالون الجنوب اللي بقول لك عليه الدولي ده وبيعمل فعاليات وحضارات فنيه بيعمل يعني نشاطات فنيه ثقافيه للمنطقه. ان شاء الله بالتوفيق دايما دكتور ايمن. في النهايه انا عايز اعرف راي حضرتك في قناه الجامعه صفاتك كمناره ل الشباب كلية الإعلام وفي الفرقة الأولى بدأوا ياخدوا خطوات جادة في مشوارهم الإعلامي، رأي حضرتك كيف؟ يعني أنا شايفها خطوة جميلة جدا وخطوة يعني محفزة وده اللي بننمي المواهب من هم يعني صغيرين دي هتديهم فرصة بالذات كلية الإعلام وقسم الإعلام اللي هو كان في كلية الإعلام إن هم إزاي يطوروا من نفسهم يعني في مكانهم، ده كان بيروح زيارات ميدانيه وحاجات ميدانيه في اسوان والقاهره وكده فنيه يعني تبقى هم المسؤولين عنها وتبقى موجوده في الجامعه ده شيء جميل جدا. ويامل ان هي تبقى على اوسع انتشارا وتبقى تاخد دعم من اذاعه التلفزيون او من وزاره الثقافه والاعلام والتعليم العالي وتبقى اوسع انتشارا ونوري للمنطقه ومصر احنا بنعمل ايه وبننتج ايه وشبابنا بيعملوا ايه والبرامج اللي عندهم متميزه وازاي بتوعي المجتمع ويزيد الوعي للمجتمع عن طريقها. فهي خطوه جميله جدا يعني وشجع يعني كل انسان فيها. ان شاء الله دكتور ايمن. نهاية دكتور ايمن انا عايز اشكر حضرتك شكر خاص للحلقه الجميله النهارده، ونتمنى ان اعزائي المشاهدين يبقى عندهم وعي بالثقافه الفنيه وان احنا نزرع في اطفالنا برضو حب الفن والشرق يبقى متفوق من الناحيه العلميه فقط. لا مش متفوق الناس فنون جميله يعني لو عايز اضيف حاجه بعد اذنك يعني حتى لو في ابسط حاجه لما اول ما يصحى لما يجي يلبس الوان متناسقه احيانا احنا مثلا بدون وعي كده ما تشوف حد اي شكل ايه ده ايه الالوان الوحشه دي؟ ايه ده الحياه دي الوانها عاديه مش عارف ايه اللبس في اللبس ابسط حاجه تذوق بصري في تذوق بصري بشكل بصري ده بيتنمى عن طريق الموهبه دي عن تغذيه عن ورش عمل عن حضرات عن هو يطلع اللي جواه وكده. فاحنا الفرد العادي يعني مش بيعرف الحاجه دي ليه وحشه وليه حلو يعني انت تعجبك حاجه الله جميله جدا ما تعرفش ليه ما تعرفش السبب. لكن لو واحد او تبقى مثلا حاجه تبقى تشمئز منها او تنفر منها ما تعرفش ليه برضه. احنا مهمتنا يعني بالمتابعه دي او بالتوجيهات دي بننمي ده لا بتعرف السبب تعرف ليه هو حلو انا اخترت ليه اللون ده مع ده
ماشي فطلع حلو، عرفت السبب واعرف ليه هو وحش، لا عشان انا حطيت الحاجه دي مع دي، اللون ده مع اللون ده، الكوهات ده مع المخطط، اللون مش عارف الفاتح مع الغامق، اللون هنا مع في الحيطه في الارض في الاساس مش عارفين، في تناسق في الحاجه دي، ده اضعف الايمان يعني، يستغلها الشخص يعني وعنده وعي بالتسوق بصر زي ما انت بتقول. في نهايه حلقتنا من برنامج البحث العلمي بنشكر الدكتور ايمن ادري من قسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة بالأقصر، كانت حلقة مميزة في البحث العلمي الفني واستخدامه في خدمة المجتمع وربطه بخدمة المجتمع. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج البحث العلمي، وأهني حضراتكم بشهر رمضان العظيم، وربنا معكم في الصيام في درجة الحرارة المرتفعة عندنا، كل سنة وحضراتكم طيبين، نلتقيكم على خير إن شاء الله. We'll be right back.